أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية وفقرتنا الطبية النهاردة، وإحنا دلوقتي في العيادة هنتكلم فيها عن سرطان الثدي. ممكن الناس دلوقتي يشوفوه ويقولوا هو طالع بيعمل التقديم يقول سرطان الثدي وهو مبتسم ليه؟ بما أن أنا مريض سرطان، فأنا شايف أن الواحد من ضمن علاج السرطان الواحد يبقى مبتسم، والواحد يبقى قوي، والواحد ما يقعدش يقول المرض البطال وحنموت وكذا وكذا وكذا. بالعكس، الواحد يتحدى المرض ويبقى عارف أن هو أقوى بالمرض بإيمانه بربنا وبقوة شخصيته. النهاردة في الفقرة هيشرفنا وينورنا أستاذ دكتور محمد صبري القاضي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس. أهلا وسهلا بك يا دكتور، أنت منورني وأنا سعيد بيك. قعدنا قبل التسجيل قعدنا نتكلم، وأنا راجل لطيف جدا بصراحة. ربنا يخلي حضرتك. أهلا، ربنا يخليك، ربنا يخلي حضرتك، منور البرنامج. عايز بس كده في البداية أعرف معدل انتشار أورام الثدي في مصر، وليه بنحس إنها مرة واحدة انتشرت؟ هي بالفعل ما انتشرتش يعني، بس هي النسبة زادت لأن التشخيص بقى أسهل، بقى عند الناس وعي، بقى يروح يكشفوا بدري، بقى اللي تحس حاجة في صدرها تروح تعمل سونار أو تعمل ماموجرافي. طبعا العدد زاد، المسح اللي احنا عاملينه للسكان يعني دلوقتي الكشف المبكر بيزود النسب، بيزود النسب طبعا، لان ده بيطلع مرضى. فدي حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. هي سلبيه وايجابيه في نفس سلبية الوقت. يعني سلبيه ان الاصابه زادت، والايجابيه ان انت بدات الناس تتوجه بدري للعلاج عما كانوا يتاخروا زمان. صحيح، زمان كان الست تحس ان في حاجه في صدري، وتكبر تكبر يوم مع يوم مع يوم لحد ما الامور تبقى مش جميله او ينتشر. دلوقتي لا، ممكن الست تدرك ورم سنتي في سنتي وتلحق تعمل عمليه وتشيله قبل ما ينتشر. طب هل في انواع لسرطان الثدي؟ طبعا. ورم الثدي مش ورم واحد زي ما الناس فاكره، هي خمس عائلات كبيره جدا. اشياعهم عائله الف وب اللي هم بيسموهم اليمنى الاي وبي، اللي هم بيستجيبوا للعلاج الهرموني. في انواع تانية ليها علاج كيماوي وليها علاج موجه وليها علاج زي اورام الخلايا الصلعاء. يهمنا بالمقام الاول النهارده نتكلم على العيله الف وب، اللي هم الغالبيه العظمى من المرضى، الاكثر انتشارا، هم الاكثر يعني وجودا. هم طيب. 60% على الاقل من الاورام الثدي. قبل ما كنا واحنا في حديثنا قبل التسجيل اديتني امل هنديه دلوقتي لمرضى سرطان الثدي وللسيدات اللي بيكونوا مرعوبين ان يجي لهم في المستقبل سرطان الثدي. عشان كده انا طالع في التقديمه وانا مبتسم، لان الدكتور قعد شرح لي بعض الاشياء اللي هنقولها دلوقتي يمكن اول مره تتقال، اللي بتدي امل للمرضى. صح طبعا كده؟ طبعا، هو طبعا الامل في اي شيء بيخلي المريض عنده قدره على ان هو يواجه الورم، يواجه المرض بتاعه بشجاعه، يبدا يتاقلم مع الوضع بتاعه، يبدا يتقبل حتى مشاكل العلاج بشكل احسن شويه. النهارده هكون كلامي على جانب صعب شويه من الاورام الثدي اللي هو الانتشاريه، اللي هو الورم اللي بينتشر ستيج 4 زي ما الناس بتخاف منها. الناس دي كانوا من حوالي 7-8 سنوات ما لهمش غير خط علاج هرموني واحد فقط او اتنين، وبعد كده المريض تدخل على طول في العلاج الكيماوي. دلوقتي بقى عندنا من التقنيات العلميه والعلاجيه ان احنا ممكن نعفي المريضه من العلاج الكيمائي ونجيب استجابات كليه في فتره قصيره بدون ما نعرض المريضه لمشاكل العلاج الكيمائي. لا يعني معلش انا عايز افهم، يعني كده ممكن المريضه ما تعملش علاج كيماوي؟ طبعا. يعني هتعمل عمليه هتستأصل؟ هقول لحضرتك حاجه، هتستأصل الاول الثدي؟ لا احنا بنتكلم، ولا ممكن ما تستأصلش الثدي؟ بنتكلم النهارده عن المريضات اللي هم عملوا استئصال، عملوا استئصال وماشيين على علاج هرموني، ايوه، وجالهم بعد فتره انتشار، وبعد شويه الانتشار ده بدا يبقى كنترولد او يبقى يتنظم على العلاج الهرموني. انتشار فين؟ في الجسم بقى كله؟ في الجسم. في الجسم. الانتشار هو ستيج 4. هو ستيج 4 اذا كان بقى العظم او الكبد او الرئه. اوكي. المرضى دول من 3-4 سنين ما كانش عندنا خطوط هرمونيه كثيره. كانت الحاله صعبه. ان خط او الثاني وتدخل على طول في العلاج الكيماوي بكل مشاكله. دلوقتي بقى الموضوع مختلف. بقى عندنا مضادات اللي هي السايكلين، بقى عندنا خط هرموني اول وثاني وثالث. ولك حق ان تتخيل ان التوصيه الامريكيه، الجمعيه الامريكيه لعلاج الاورام والاوروبيه، لا توصي باستخدام علاج كيماوي الا بعد استنفاذ الخط الهرموني الاول والثاني والثالث. لسبب مهم جدا جدا، الا وهي المعادله العلاجيه. حضرتك عايز تصلح ايه؟ وقصاد التصليح ده بندي اعراض جانبيه. ايه اللي هيبوظ من اللي هيبوظ؟ فالايم بتاعنا او الهدف بتاعنا في المرضى دول ان ياخدوا احسن معادله علاجيه.
المريضة دي ينفع تتعايش لسنوات مع الورم بتاعها وتبدأ تحصل على استجابة كلية بالأشعات بدون ما تلجأ لعلاج كيماوي. طب أنا عندي استفسار، معلش هسأل أسئلة ممكن تكون ساذجة أو كده، بس لا لا طبعا اتفضل. طب في ناس دلوقتي ممكن يشوفوني يقولوا لك إيه، طيب ليه نستخدم تقنية العلاج الجديدة دي بعد استئصال الثدي أو بعد ما ينتشر، وليه ما نستخدمهاش من الأول قبل ما نشيل الثدي فالتقنية دي تودي السرطان؟ هو عشان احنا بقالنا 4 سنوات دايما التقنيات الجديدة في العالم كله بتبقى داخلة على أول مرحلة الرابعة، بعد كده تبدأ تنزل لمراحل بدري شوية. بالفعل في دلوقتي دراسات بتتم في العالم لاستخدام هذه الأدوية كعلاج تمهيدي قبل الاستئصال، بس لسه النتائج ما ظهرتش. اوكي. الموضوع لسه بس يعني في المستقبل ممكن يبقى فيه ده. في المستقبل القريب جدا يعني خلال سنه او ممكن اقل من سنه هتطلع توصيات علاجيه باستخدام هذه المجموعه كعلاج تمهيدي قبل الاستئصال. اوكي. طيب. اكتر المشاكل اللي بتواجه السيدات اللي عندهم بريست كانسر تحت سن الـ50 او ما قبل انقطاع الضوء. والله ده اللي احنا كنا بنتكلمه قبل الحلقه، التعايش مع المشاكل العلاج. ازاي المريضه اللي هي تحت سن الـ50 اللي هي بتشتغل مهندسه او طبيبه او ربه منزل او بتعيل اسره كامله وعندها اطفال او بتذاكر لهم في المدارس، ازاي تتعايش مع مشاكل العلاج الكيميائي بشكل يتيح لها انها تعيش حياه بدون مشاكل. وطبعا دي عندنا يمكن من اهم الحاجات اللي بتخلينا نبقى حريصين جدا في اختيار نوع العلاج سن المريضه. مش شرط عشان سنها صغير انها تستحمل دواء وتاخد اعنف دواء. السن الصغير سن منتج، سن محتاج رعايه، سن محتاج اهتمام، سن هي نفسها بتهتم بغيرها، بتهتم بعملها، باطفالها، بزوجها، بشغلها، فمش هتقدر تهلكها. فصعب ان انت تجيبها وتوديها بدون داعي. لو انت عندك اختيار علاجي كويس بدون ما المريضه تلجا للكيماوي يبقى انت لازم تختار. في اي حاله هتجيلك المريضه بعد ما عملت عمليه ها وهتقول لها لا انت مش محتاجه كيماوي، في حالات كده ولا انت هتبقى عايز تديها جرعه وقائيه؟ لا، في دلوقتي جرعه اسمها تكميليه. في بعض المرضى اللي هم انهوا الاستئصال بالفعل، عملوا استئصال جزئي وشالوا الغده الليمفاويه، ينفع تكمل علاج تكميلي هرموني بعد الاستئصال. لكن النهارده برضو مش هتكلم على دول، انا هتكلم على المرضى اللي هم عملوا استئصال وقعدوا فترة طويلة من الوقت على علاج هرموني وفجأة حصل لهم ارتجاع. الارتجاع ده ليه أسباب؟ طبعاً ده بقى النقلة الجديدة بتاعت العلم كله. بقى دلوقتي عرفنا بقى إيه أسباب الارتجاع بالذات لو مريض الكانسر استأصل الجزء المصاب وعمل البات سكان ولقى هو ما عندوش أي حاجة في جسمه، إيه اللي يرجعه تاني؟ عند حضرتك في قوتين بيتصارعوا في الجسم، الخلية وجهاز المناعة. الخلية بتهاجم جهاز المناعة، وجهاز المناعة بيحاول بقدر الإمكان إنه يطلع مواد تخلي الخلية تقعد في جينوت فيز أو طور عدم الانقسام. طول ما في توازن ما بين الخلية وجهاز المناعة يفضل المريض ما عندوش مشكلة. يعني السر في جهاز المناعة؟ جهاز المناعة في عندنا حاجة اسمها ريتنوبلاستوما جين، أو جين اللي هو جين الحامي للخلية. الجين ده ربنا خلقه في جسمنا كلنا، أول ما بيتعرف على خلية غريبة خاصة أورام الثدي يبدأ يروح لها على طول ويحطها في طور الجينوت فيز اللي هو طور عدم الانقسام. تبدأ الخلايا في حالة كمون، ما تتكسرش ولا تكبر. الخلايا بقى تعمل إيه؟ من 5 سنوات اتعرف ليه المرضى اللي بيقعدوا كام سنة على العلاج الهرموني ويحصل لهم ارتجاعات مرة والتانية، اتعرف ليه؟ ليه؟ الخلايا بتطلع مواد اسمها سايكلين، دي عبارة عن رسول كده شايل رسالة شريرة شوية. الرساله دي بتروح للجين ده تديله ذره فوسفور، يبدا يحصل له تعطيل، يبدا ما يشتغلش، فالخلايا تشتغل، فتبدا الخلايا اللي كانت نايمه كامنه تبدا تقوم من تاني. فالسايكلين ده رسول شرير جدا، وطلع له بعد شويه مضادات للسايكلين، بدا يطلع ادويه تبوظ الرسول ده تخليه ما يروحش بالرساله دي من الخليه لحد الجين الحامي. طب الادويه بقى دي الناس ايه حدا يعني اي حد عمليه كانسر هياخدها ولا ايه؟ مش فاهم. لا، المرضى اللي هم عندهم هرمونات يعني ايجابيه بياخدوا علاج هرموني وبعد فتره من الاستخدام بدا يحصل مقاومه للعلاج الهرموني، مش مؤثر معاهم الجسم خلاص اتعود عليه. اتعود عليه. التعود ده بقى اتفسر بالتفسير ده. يمكن لحضرتك لو شفت الصوره اللي كنت عارضها في الاول سلايد هنوريها. ورونا الصوره رقم 1 لو سمحتوا.
دي ايه بقى؟ الصوره دي انا 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 مص يعني انا معملها ديزايننج. ده ال شابو، ده سجين مكسيكي مشهور جدا كان مسجون في السجن دوت، وقدر بعد 5 سنوات من الاعتقال قدر يعمل نفق تحت السجن ويطلع بيه من تحت السجن، يطلع بيه لبره ويهرب. اتعمل له فيلم ده؟ اتعمل له فيلم افلام بالظبط كده. الصوره دي مشهوره جدا. احنا هنا بنشوف الخليه معتقله جوه السجن دوت، وقدامها سورين اللي هو الخط الهرموني الاول والخط الهرموني الثاني، العلاج الهرموني اللي هي هربت منه. بعد شويه من التعود على العلاج الهرموني بدات تعمل نفق تحت السجن. النفق ده بيطلع بره يعطل الرساله بتاعت الجين الحامي ويخليه ما يشتغلش من جديد. اوكي. عشان كده الارت فن الانكولوجي انت تفهم ازاي التورم او الانتشار بيحصل. منين ما فهمته هتسد النفق. وده اللي حصل بالفعل. حضرتك عمال تقول لي كلام اول مره نسمعه، فبشكرك على المعلومات الحديثه دي. طيب لما يكون برضو الاسئله اللي هتيجي في ذهن بعض الناس، لما السيده يكون عندها بريست كانسر او سرطان ثدي واستأصلت وعملت الكيماوي والهرموني والكلام ده كله، تمام، لما يرجع هيرجع في الثدي ولا ممكن يرجع في مكان تاني خالص؟ في بيرجع في الثدي وفي بيرجع في اماكن تانيه. حسب ايه بقى؟ دي ملهاش تفسير. هو بس التفسير الاساسي ان بيبدا الخلايا اللي هي تبقى كامنه في الدم تبدا تكبر من جديد، ويبدا الحمايه اللي عليها تبدا تقل. اوكي. طيب احنا عندي هنا طبعا احنا عرفنا العلاج الهرموني الموجه الفعال وسريع زي العلاج الكيماوي ولا يعني؟ سؤال جميل جدا. بالظبط. انا يمكن هبسط الموضوع شويه. لما يكون في انتشار في الثدي او في ثدي عامل سنويات في الكبد او في الرئه، الكيماوي دايما زي كده قوات التدخل السريع، لما يكون في عصابه مسلحه داخله في الشارع تجري تدخل تدي علاج كيماوي عشان تعمل يعني ايه حسم سريع جدا جدا، لو سبتها هتعمل مشاكل. في بقى انتشارات تانية هاديه شويه بتبقى اهدى اقل ازعاجا، ينفع تعتقلها في الجينوت فيز او هو طور عدم الانقسام، تخلي الخليه مجمده في دور عدم الانقسام علشان يبدا العلاج الهرموني يبقى فعال عليها من جديد تاني. اوكي. وده الارت بتاع او فن طب الاورام دلوقتي، بقيت تدي علاج من غير سميه، من غير اعراض جانبيه، المريضه تاخده بشكل منتظم، يبدا يعمل كنترول ويشغل الجين الحارس من جديد. أي. يدي جسمها مناعه اعلى، يخلي جسمها اكثر حساسيه من الدواء الهرموني بعد ما فقد حساسيته. اوكي. وبناء على هذه النتائج كلها ينفع تمشي على علاج هرموني وتجيب استجابات كليه خلال 8 اسابيع. 8 اسابيع؟ 8 اسابيع. ده فتره قليله جدا. طبعا. اوكي. طب احنا عندنا 3 صور هنشوفهم ورا بعض، حضرتك هتشرح لنا. يمكن اقول لحضرتك وروني الصور لو سمحتوا كده بترتيبهم. اتفضلوا دكتور. اول صوره. دي اول صوره هنا اهوت. لحضرتك لو شفت الصوره هنا على قدامك دي اشعه بات سي تي. اللون الاحمر ده اللي هو على شمال الصوره بيقول لنا ان كان في اصابات موجوده في العمود الفقري، موجوده في القفص الصدري. وعلى ايدك اليمين بعد يمكن 4 شهور من الاشعه بعد من الدواء، الاشعه ظهرت استجابه شبه كليه في الاصابات اللي كانت موجوده قبل كده. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. الصوره دي برضو بتقول نفس الكلام. باسكان قبل العلاج وبعد العلاج. باسكان اللي هو المسح الذري. المسح الذري الحيوي، لان في عندنا مسح ذري للعظام وفي مسح ذري حيوي. هنا برضو ما قبل العلاج وما بعد العلاج، في استجابه جميله جدا خلال اشهر من العلاج. طبعا انا بتكلم على العلاج الهرموني الموجه بمصاحبه العلاج الهرموني اللي هو الخط الثاني. اوكي. طبعا هنا قبل وبعد، شايف طبعا في استجابه رائعه. اللي هي اللي على الشمال دي قبل العلاج ودي بعد العلاج. اوكي. طبعا الصور دي هوبفول، تدي شويه امل للمرضى، تدي شويه دفع للامام، تدي المرضى اللي عندهم ورم انتشاري ان احنا ينفع تدي علاج من غير ما يبقى عندنا استرس، وتتعايش مع الدواء بشكل جميل جدا بدون اعراض جانبيه مقلقه. هنهي معاك بقى باسئله من عندي من مخي اللي الناس بتسالها لي طول النهار. طبعا. اللي هم يعني مرضى الكانسر مش بس البريست كانسر. تمام. اللي يعرف ان عنده كانسر او سرطان يمنع اكل السكر؟ لا طبعا. مفيش اي علاقه. معلومه شائعه جدا على فكره، ومعلومه يعني ليست ساينتفك، بل بالعكس ساعات المريض اللي يعني اللي بيبطل سكر بيجيله بيهبط. لا ولا حاجه، الجسم ياخد برضه السكر بتاعه بس من العضلات. من العضلات. من العضلات والتركيز وال
في حاجة اسمها ان احنا مريض حد يبقى عارف ان عنده سرطان في جسمه وكل ويقعد يعيش على كذا شهر على مية متلجة مية ساقعة؟ برضو ليس له أصل علمي. ما فيش كلام ده مش علمي. طبعا ملوش أصل علمي. احنا بالعكس احنا مريض الكانسر محتاج يتغذى كويس عشان يعرف يقاوم الأعراض الجانبية للدواء. صحيح. فما ينفعش يقعد على مية بس. اوكي. ده بيحصل بقى حالة ايه؟ استارفيشن أو مجاعة. مجاعة. يبدأ العضلات تتكسر، طلع لاكتيك أسيد في الدم، يعمل حموضة في الدم، يبدأ يعمل له مشاكل في الكلى. اوكي. دلوقتي كانوا أكتر حاجتين كل ما حد يشوفه والله اوعى تاكل سكر ولا تاكل جبن. ما احنا مشكلتنا احنا كلنا شغالين دكاترة. اشرب ميه ساقعه، حط كركم في كل حاجه في الاكل وفي الشرب. في ناس مصدقه. خلي بالك جميل ان حضرتك ترد على الاسئله الشائعه دي عشان توصل للملايين. طيب لان في ناس مصدقه ده يعني. في احنا عندنا انا سؤال السكر ده بساله في اليوم على طول 20 مره. انا كل ما حد يشوفني وابتديت انا اخرج مثلا فابتدي اكل حاجه الاقي الناس اللي في الترابيزه اللي جنبي انت بتاكل سكر ليه؟ ما تاكلش سكر. خلاص يا جماعه هو النشا هيتحول لسكر على فكره لو حضرتك حطيت العيش في العيش هيتحول ربع ساعه هيتحول لسكر. طب مش هناكل عيش ومش هناكل كل حاجه مثلا كده. يعني انا بشكرك. انا بشكر جدا. في اي حاجه حضرتك تحب تزودها؟ اول حاجه انا بس حبيت ادي امل للناس ان يا جماعه دلوقتي مش كل واحده عندها ورم انتشاري يبقى دي نهايه الحياه. ينفع نتاقلم مع الاصابه بتاعتنا وناخد علاج بشكل فعال جدا وبدون ما نغير نظام حياتنا، وهيبقى علاج بيلز او اقراص نتعايش بيه مع الاصابه. صحيح. لفترات طويله من الوقت بدون مشاكل. صحيح. انا بشكرك. انا شرفتني نورتني. ربنا يخليك. ميرسي على نصايحك والمعلومات وعلى الامل اللي اديته للناس. ربنا يخليك. بشكرك. شكرا خلاص جدا استاذ دكتور محمد صبري القاضي استاذ علاج الاورام بطب عين شمس على وجوده معانا النهارده. خلينا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع. خليكم معانا.